السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هشرح لكم دلوقتي الفيديو اللي وعدتكم بيه إزاي تطلع بوجهين في الفيديو، بس هو عايز تركيز شوية. التطبيق اسمه كين ماستر على الموبايل. نبدأ. ده الفيديو قبل ما نشتغل عليه. هو خرج وخبط ومشي. ده الفيديو. هنختار اخر كام ثانية في الفيديو، يعني دي حاجة بتاعتك انت، فانا هختار من اول ما يلف ويقف يبص للكاميرا. هنفترض مثلا كده، هنقطعه كده بالظبط، هنقطعه هنفصله عن الفيديو وهنعمل له دبل لير، ننزله تحت وهنمسح الفيديو الاصلي، المقطع اللي احنا فصلناه، ونجيبه على الشمال. اصبح في فيديو فوق فيديو، بس هنكبره على قد اللي تحت بالظبط. لو تشغل خطوط هتاخد بالك النقط على الحز بالظبط كده. بقى فيديو فوق فيديو، هناخد النص، اصبح بقى فيديو جنب فيديو. الفيديو الكام ثانية الأخيرة خليناها على الشمال، وهنيجي على آخره أهو زي ما انتوا شايفين كده. هو هيخرج هيسلم عليه وهيمشي. أصبح الفيديو اللي هو النص الشمال خلص، فبقى فيديو واحد بعديه. واول المشهد يبقى زي اخر مشهد. انا بص على الايد كده في اول مشهد، حته منه صغيره باينه. بصوا في اخر الفيديو حته صغيره منه باينه، يعني ما ينفعش مثلا يبقى كده، ما ينفعش، هيبان ان الفيديو متقطع. لكن اول مشهد يبقى زي اخر مشهد بالظبط. بص لو تاخدوا بالكم ان ايديا مختفيه، نصها مختفيه. فهنيجي قبل ما يخبط، هنيجي كده هو بيخبط، هنقطع الفيديو، هنكبر القص شوية عشان ايدي تبان. وقبل ما يخرج هنقوم قاطعين الفيديو اللي تحت عشان نفصله ونرجعه النص تاني. هتفهموا دلوقتي. هنرجعه تاني عشان الايد بس كانت مختفية، او الباب كان باين انه مقفول. لما رجعناه نصه الباب كان مفتوح اصلا، الفيديو اللي هو الاولاني اللي تحت. ده الفيديو بعد ما خلصناه. طبعا تيجي ترفعه على التيك توك نفسه بيعيد الفيديو، فهتحس ان هو عامل زي اللوب ما لا نهايه. وده كان شرح الفيديو، واي حاجه تقف قصادكم يا ريت تكتبوها في التعليقات وهرد عليكم على طول.